فناء النار. ابن القيم له رأي يعني في الحقيقة، وله رأي ولشيخه ابن تيمية رأي في أن النار ستفنى، الجنة باقية، وأما النار فيأتي عليها يوم تفنى. ولهم استدلالات بهذا، ابن القيم ذكر هذا في كتابه شفاء العليل، قال عنه الأخ ده في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وفي كتاب إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وفي كتاب ثالث. وابن القيمية ابن تيمية أيضا له كلام، وذكر ابن القيم أدلة كثيرة على هذا الأمر، ذكر 20 دليلا، بس لو وإن رجح هذا هو الأليق بحكمة الله تعالى وبرحمته. كرمه. ما يعني، وبعدين ذكر 3 آيات في القرآن، قوله تعالى يعني قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم في سورة الأنعام، وذكر في سورة هود يعني فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. في الجنة فيها قال إلا ما شاء ربك، بس قال عطاء غير مبذوث، فالتعليق هنا غير التعليق هنا. والآية الثالثة في سورة النبأ قال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا. فالأحقاب مهما طالت يعني محدودة، افرض ان حد 1,000,000 سنة، ان الحقب 1,000,000 سنة، بعد 3 ملايين. فهو يعني يقول، وله رأي، وهذا رأي يعني في الحقيقة ربما انا شخصيا استريح اليه، وارى ان هذا الأليق بحكمة الله تعالى ورحمته. وابن القيم على كل حال في كتابه هذا شفاء في الاخر قال يعني انه ترك الامر لله، ان ربك فعال لما يريد، لم يجزم هذا الشيء. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. الآية التي نحن بصددها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ليس فيها أبدا أن النار ستفنى، إنما مكثهم فيها بمشيئة الله، وهذا لا يعني أن الله شاء أن يخرجوا أو أن الله شاء أن تفنى، بل الله شاء أن تبقى. قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال تعالى في سورة السجدة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. والآيات في الخلود شهيرة خالدين فيها أبدا. وأما قوله تعالى لابسين فيها أحقابا، والذي فهموه منه أن بعد الأحقاب فناء للنار، فليس في الآية ما يفيد ذلك، بل إذا استمروا في قراءة الآيات يعلموا أن الأحقاب بعدها عذاب شديد، إذ الله قال واليوم عن النظر في الآيات لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، أي في هذه الأحقاب لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فبعد الأحقاب
ليس هناك تخفيف للعذاب، بل كما قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. فعلى ذلك القول القائل بأن النار تفنى قول مردود وضعيف، وحجته ليست في محلها، بل هو قول مرفوض وجمهور أهل السنة على خلاف. قال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذا من العلماء من قال إن قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، منزل على عصاة الموحدين، فهناك من أهل الإسلام من يدخل النار، عافانا الله وإياكم منها، كالوارد في حديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة، كحديث المفلس: أتدرون من المفلس من أمتي؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بزكاة وصلاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فكل هذا دال على أن النار، عفوا، أن من أهل التوحيد من يدخل النار، لكن دخوله فيها ليس أبديا، إنما لما سمعتموه: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. قال تعالى: إن ربك فعال لما يريد. إن سأل سائل لماذا كل هذا، فجوابنا عليه أن ربنا سبحانه فعال لما يريد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح يوقف على قنطرة بين الجنة والنار، فينادى: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون، يقولون: نعرفه هذا الموت. فينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون فينظرون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، نعرف هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أقول لهم إن في آية في القرآن: النار وعدها الله الذين كفروا، عشان كده النار مش هتفنى وخالدين فيها أبدا، يعني النار هتبقى موجودة مدى الحياة، لأن يعني النار مش هتفنى عشان الكفار، لو النار كانت هتفنى كان كل الناس هيبقوا كفار، مفيش حد هيؤمن لو كانت النار ستفنى. هقولهم هتفنى، ما ربنا قال في آيات برضو ان هي في آيات فيها أبدا، فربنا قال كده، فهي أكيد النار مش تفنى على ناس معينة، انما على ناس تانية لا. في آيات برضو ان مفيش حد من الكفار هيخش الجنة، ومفيش وسط بين الجنة والنار.